إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أسباب مرض السكر. طبعا هو الداء موجود، وأغلب الأسباب على مرض السكر مجهولة. إذا كان داء السكري سوء، سواء لدى يعني الكبار أو الأطفال، ينشأ بسبب تعرض الخلايا البنكرياس للضرر، فإن أسباب هذا الضرر لم تعرف بعد. وأن أبدأ العلماء العديد من النظريات لتفسير هذا العطل الذي وجد في البنكرياس. من الضروري فهم هذه العملية قبل علاج المرض. يلزم على أخصائيين التغذية أيضا مراعاة أغذية المريض وتصميم جدول كامل للرعاية الغذائية لكي لا تتفاقم الحالة عندما أكل مثلا أحد أنواع الأطعمة التي توجد أو يحتوي على نوع من أنواع المواد المضرة مع هذا المرض، متزامنا مع هذا المرض. أيضا من الضروري عمل تحاليل شهرية لمحاولة الكشف عن أمراض أخرى ناتجة عن مضاعفات إذا كان الشخص يحس أنه ممكن لديه بعض المشاكل الجسدية والجسمية من آلام في بعض المناطق معينة بعد مرض السكري. من الضروري يعني يتم فحصها فحص دقيق جدا تحت الأشعة المغناطيسية وتحليل المناطق بالتفصيل الممل، ويتم حل بعض المشاكل المصاحبة لهذا المرض. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، ونشوفكم في درس قادم إن شاء الله.